السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم أول دروس الوحدة الخامسة، وهو بعنوان آداب الزيارة. نستمع أولا إلى النص غابت وفاء عن المدرسة فسألت المعلمة عنها فعلمت أنها مريضة في المنزل. المعلمة: سأزور وفاء إن شاء الله هذا المساء، فمن منكن تستطيع مرافقتي؟ التلميذات: فكرة جميلة يا أستاذة، كلنا نريد مرافقتك. المعلمة: علينا أن نلتزم آداب الزيارة، فمن تذكرنا بها؟ هند: من آداب الزيارة أن نخبر وفاء برغبتنا في زيارتها وموعد الزيارة. شهد: أن نقرع الباب بهدوء. فاطمة: أن نسلم ثم نجلس في المكان المعد للضيوف. أمل: أن ندعو لها بالشفاء العاجل ولا نطيل البقاء، ونستأذن قبل انصرافنا. وصلت الزائرات إلى منزل وفاء، وقرعن بابه بهدوء، سلمنا عليها ودعونا لها بالشفاء العاجل، وجلسنا قليلا ثم انصرفنا. وبعد أيام شفيت وفاء وعادت إلى مدرستها بصحة وسلام. بعد أن استمعنا إلى النص نقرأ معا: غابت وفاء عن المدرسة فسألت المعلمة عنها فعلمت أنها مريضة في المنزل. المعلمة: سأزور وفاء إن شاء الله هذا المساء، فمن منكن تستطيع مرافقتي؟ التلميذات: فكرة جميلة يا أستاذة، كلنا نريد مرافقتك. المعلمة: علينا أن نلتزم آداب الزيارة، فمن تذكرنا بها؟ هند: من آداب الزيارة أن نخبر وفاء برغبتنا في زيارتها وموعد الزيارة. شهد: أن نقرع الباب بهدوء. فاطمة: أن نسلم ثم نجلس في المكان المعد للضيوف. أمل: أن ندعو لها بالشفاء العاجل ولا نطيل البقاء، ونستأذن قبل انصرافنا. وصلت الزائرات إلى منزل وفاء، وقرعن بابه بهدوء، سلمنا عليها ودعونا لها بالشفاء العاجل، وجلسنا قليلا ثم انصرفنا. وبعد أيام شفيت وفاء وعادت إلى مدرستها بصحة وسلام. بعد أن استمعنا إلى النص وبعد أن قرأناه معا، هيا لنتعرف معاني المفردات والتراكيب والمضاد والجمع لبعض مفردات هذا الدرس أو هذا النص. آداب مفردها أدب، غابت مضادها حضرت،
المدرسة جمعها المدارس، المعلمة جمعها المعلمات، مريضة مضادها أو ضدها صحيحة، المنزل جمعها المنازل. المساء ضدها الصباح. هذا اسم من أسماء الإشارة. شاء معناها أراد. التلميذات مفردها التلميذة. فكرة جميلة مضادها فكرة قبيحة أو سيئة. تذكرنا ضدها تنسينا. نخبر معناها نعرف أو نعلم. موعد جمعها مواعد وليس مواعيد. نقرع نطرق أو ندق الباب، جمع كلمة الباب الأبواب. هدوء مضادها صخب. نجلس ضدها نقف. المعد معناها المجهز. الضيوف مفردها الضيف. العاجل ضدها البطيء. البقاء ضدها الفناء. الزائرات مفردها الزائرة. الشفاء ضدها المرض. إذا أردنا في عجالة أن نشرح هذا الدرس أو هذا النص، كما قلت قبل ذلك أن هذه الوحدة كلها تتكلم عن آداب وسلوكيات يجب على المسلم وعلى الطفل الصغير أن يتعلمها منذ صغره حتى يكبر وهو متعلم لهذه الأشياء والسلوكيات الصحيحة. أول آداب هي آداب الزيارة. عندما غابت وفاء عن المدرسة فلم يغفل هذا الغياب عن المعلمة وعن الطالبات الزميلات، فسألت المعلمة، وهذا يدل على اهتمام المعلمة بالطالبات أو اهتمام المعلم بالطلاب، وأيضا اهتمام الطالبات والطلاب بالزملاء والزميلات. فقررت المعلمة أن تزور وفاء في المساء، واقترحت اقتراح على الطالبات، وفي الحقيقة ما شاء الله تبارك الله وافقت الطالبات على اقتراح المعلمة، وهو أن تزور وفاء هذا المساء. وكلهم أرادوا وكلهن أردنا مرافقة المعلمة، ولكن المعلمة اشترطت شرطا بسيطا، وهو علينا أن نلتزم آداب الزيارة، وطلبت من كل طالبة أن تذكر المعلمة بهذه الآداب. بدأت هند بأول أدب من آداب الزيارة يا أبطال، وهو أن نعرف وفاء أننا نريد زيارتها وأن نحدد معها موعد الزيارة. اثنان، قالت شهد أن نطرق أو ندق الباب بهدوء حتى لا نزعج من بالداخل. فاطمة قالت أن نسلم على أهل البيت ثم نجلس في المكان الذي يؤذن لنا فيه أن نجلس،
وهو المكان المجهز للضيوف. أمل اقترحت أن ندعو للمريض دائما بالشفاء العاجل، ولا نجلس ونطيل في الجلوس عند المريض لأنه بحاجة إلى راحة أو تناول الطعام أو تناول الأدوية. وقالت أيضا أمل أن نستأذن قبل انصرافنا من بيت الضيف. انظروا يا أبطال، عندما وصلت الزائرات إلى منزل وفاة، هل طبقنا ما قلناه أم لم يطبقنا ذلك؟ فعلا وصلت الزائرات إلى منزل وفاة، أولا قرعنا بابه بهدوء، سلمنا على من بالداخل، دعونا لوفاء بالشفاء العاجل، وجلسنا قليلا حتى لا يسبب ذلك ألما أو إزعاجا لأهل البيت، ثم انصرفنا جميعا. وبعد ذلك كما عرفنا أن وفاء بإذن الله سبحانه وتعالى تم شفاؤها وعادت إلى المدرسة بصحة وسلام. بعد أن شرحنا هذا النص وهذا الدرس، هيا يا أبطال نناقش بعض المهارات والظواهر اللغوية الموجودة في هذا النص في عجالة، وليس كل كلمة سنقف عندها. إذا وقفنا عند كل كلمة فإننا سنستغرق وقتا طويلا، ولكن سنركز معا على المهارات والظواهر اللغوية الجديدة، وهي الاسم الممدود وتوكيد الجملة بإن وحروف العطف، كما هو موجود في تدريبات هذه الوحدة. بداية، غابت نوع المد، مد بالألف والتاء مفتوحة. وفاء هي اسم ممدود، ونعرف أولا الاسم الممدود بأنه كل اسم آخره همزة على السطر قبلها ألف مد، مثل مساء، وفاء، العشاء، العشاء، الغداء، الصحراء، أسماء، شيماء، سوداء، بيضاء، كل هذه أسماء ممدودة. كلمة المدرسة اللام قمرية والتاء مربوطة. كلمة علمت التاء مفتوحة. أنها مريضة في المنزل أسلوب مؤكد بكلمة أن، أداة التوكيد أن أو إن، وهي من الأدوات التي تؤكد الجملة الإسمية. أنها همزة قطع شد مع الفتحة، ألف مد في نهاية كلمة أنها. إذن أكثر من ظاهرة ومهارة لغوية موجودة في كلمة أنها. كلمة مريضة مد بالياء وتاء مربوطة وتنوين ضم. كلمة في مد بالياء، المنزل لام قمرية. سنعرج سريعا. كلمة شاء هي فعل ماض وليس اسم، ولا تعتبره اسما ممدودا، هذا اسم إشارة. كلمة الله، اللام في كلمة الله لام أصلية، ليست شمسية وليست قمرية لأنها من أصل الكلمة. ولن ولا ولم أستطع حذف كلمة حرف اللام هذا، يختل معنى الكلمة تماما. أما اللام القمرية المعلمة، لو حذفت الألف واللام فتصبح الكلمة معلمة صحيحة. حتى اللام الشمسية، كلمة الزيارة، إذا حذفت منها اللام الشمسية أقول زيارة، فالكلمة صحيحة. أما كلمة الله أو كلمة الذي
أو التي أو ألوان أو ألعاب، ألقاب، ألبان، كل هذه الكلمات بها اللام أصلية من أصل الكلمة، لن أستطيع حذف اللام هنا، فهنا نوع اللام في كلمة الله لام أصلية، فانتبه رحمك الله. إذا أردت أن أعرف نوع الأسلوب فمن منكن تستطيع مرافقته، هو أسلوب استفهام وأداة الاستفهام من، والجملة المستفهم عنها من من منكن تستطيع مرافقتي، وأداة الاستفهام علامة الاستفهام في نهاية الجملة كما نرى أمامنا. إذا أردنا أن نعرف الأسلوب في يا أستاذة، هو أسلوب نداء والأداة يا. الكلمات ممتلئة مملوءة بالمهارات والظواهر اللغوية، فلن نستطيع أن نقف على كل كلمة، ولكن هذا أيضا أسلوب استفهام، فمن تذكرنا بها؟ هند تنوين ضم، عرفنا أن التنوين ثلاثة أنواع، تنوين ضم، تنوين فتح، تنوين كسر. فهذا تنوين ضم مثل كلمة مريضة، تنوين ضم. أيضا كلمة موعد، انتبه، كما قلت أن جمع كلمة موعد مواعد وليس مواعيد. أيضا موعد لا يوجد بها مد بالواو نهائيا، لأن الواو عليها سكون، وقد عرفنا أن حروف المد لا يوجد عليها ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا سكون ولا همزة ولا أي حركة، ولكن الواو أو الألف أو الياء تكون ليس عليها أي حرف، مثل كلمة جميلة الياء لا يوجد عليها حرف، كلمة وفاء لا يوجد عليها حركة الألف هنا، وهكذا المد بالواو لا يوجد، مثل كلمة سأزور هذا مد بالواو. إذا أردنا أن نعرج كلمة هدوء، كلمة هدوء ليست من الأسماء الممدودة لأنها همزة على السطر وقبلها واو مد وليس ألف مد، انتبه. أما وفاء هي اسم من الأسماء الممدودة. كلمة المعد لم قمرية شد مع الكسرة، هذه الشدة تسمى حرف مضاعف أو حرف مشدد للضيوف، مثل شد مع الضم والمد بالواو وليس بالياء، لأن الياء حرف ممدود. انصرافنا، الألف هنا في كلمة انصرافنا ألف وصل، إذا بدأت فأنطقها انصرافنا، وإذا وصلتها بما قبلها قبل انصرافنا ألف وصل لا نكتب تحتها أو فوقها همزة، ولكن ألف مرسومة هكذا مثل الواحد تماما، وتأتي في أول الكلمة كما نرى. كلمة الزائرات مفردها الزائرة، وهنا الهمزة على الياء أو همزة على كرسي الياء أو همزة على نبرة، كما تحب أن تسمى. الزائرات اللام شمسية، المد بالألف والمد بالألف، والتاء مفتوحة في آخر الكلمة. انظر معي إلى كلمة إلى، وهو حرف من حروف الجر به همزة قطع في أوله، وهنا ألف مقصورة على صورة الياء، تنطق ألف وتكتب ياء بدون نقطتين وما قبلها مفتوح، انتبه رحمك الله. كلمة بابه، أنا أريد أن أنبه أن بعض أبناء الطلاب يخطئون في كلمة بابه ويقولون هاء مربوطة، هذه هاء في وسط الكلمة في كلمة هدوء، وقبل قليل رأينا
هذا ها في أول الكلمة هذا، والآن أقول هذه الهاء تسمى هاء في آخر الكلمة وليست هاء مربوطة. من الخطأ الشائع عندما أريد استخراج الهاء من آخر الكلمة يقول أحد الطلاب هاء مربوط، لا توجد هاء مربوطة في اللغة العربية، هاء في آخر الكلمة. أما التاء فهي التاء المربوطة والتاء المفتوحة أو المبسوطة مثل الزائرات. هذه النون سلمنا، دعونا، جلسنا، انصرفنا، كل هذه تسمى نون النسوة، تدل على جمع المؤنث. عندما أتحدث عن جماعة الإناث فأقول سلمنا، أما جماعة الذكور فأقول سلموا بوضع واو الجماعة. الرجال دعوا، النساء دعونا، الرجال جلسوا، أما جماعة النساء أو الإناث فأقول جلسنا وانصرفنا وقلنا وذاكرنا وهكذا. هذا تبقى معي كلمة بسيطة، أيام. الألف أو الهمزة، همزة قطع شد مع الفتحة، مد بالألف، تنوين كسر. هذا النوع الثالث كما قلت، مثل كلمة صحة بصحة، سلام تنوين كسر، وكلمة بهدوء تنوين كسر. إذن في عجالة أردت أن أعرف أبناء الطلاب بعض الظواهر اللغوية والمهارات الموجودة في بعض الكلمات وليس كل الكلمات، لأن كل كلمة تحتوي مهارات وظواهر لغوية تحتاج إلى كثير من الوقت والدرس والتحليل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وسلمكم الله جميعا من كل مكروه وسوء، وإلى درس آخر في حصة تالية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.